نعم. نعم. عبد الرحمن سأل عن تبييت النية لصوم القضاء من الليل. لا بد من تبييت النية في الصيام الواجب. الصيام الواجب لا بد أن تكون النية مبيتة، بمعنى أن تكون قبل طلوع الفجر، لا بد من هذا. وأما النية في صيام النفل فلا بأس أن تكون، فلا يلزم أن تبيت من الليل، ويجوز أن يعقد الصيام من النهار نفسه بشرط أن لا يكون قد تناول ما يفطر به الصائم من طلوع الفجر إلى دخوله في الصوم.